السلام حبايبي، تنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنشكر المتابعين القدام والجداد والناس اللي التحقوا بهذه القناة. ان شاء الله بحول الله وقوته تنطلب لكم الله سبحانه وتعالى يعينكم ويعطيكم سؤلكم في كل الامور ويسخر لكم جنود الارض يكونوا لكم عون ومعين. اذا حبايبي تنتمنى انكم تخليوا لنا لايك وتدعمونا وتفرحونا ب طاقة إيجابية بالصلاة على الحبيب. إذا أحبابي جبت لكم اليوم واحد الوصفة اللي غادي تطردوا بها السحر والعين والتابعة، وغادي تحيدوا بها الحسد الشديد. الحسد الشديد هو الحسد اللي تخنق، تيدير لك اختناق، تيدير لك ألم في الرأس، تيدير لك توقف الحال، تيدير لك زوال النعم. كاين الناس اللي ما تحسنوش ريوسهم، تيوقف الحال عندهم، ما تعرفوش بناس، تيسحبوا سحر، ولكن هو حسد من نفس خبيثة تتبغي تنتقم منك بسبب الحسد. عصر اليوم فيه الحسد القوي. كان واحد الزمان تيخزنوا الحسد ديالهم وما تيبينوش لك، اما دابا واللي يبينوا لك ويقول لك انا تنحسدك تنحسدك وتنبغي لك زوال النعم في وجهك. ما كاينش دابا الناس وصلت بهم انهم يكونوا ما عندهمش قيم، ما يكونش عندهم مبادئ، ما يكون عندهم حتى حاجة. اذا العياذ بالله من شر الشياطين الانس والجن. اذا الناس اللي تعانيوا بالحسد، الحسد ردوا بالكم راه هو قوي من السحر. ولكن لا درتي الرقية الشرعية، قريتيها كل ليلة على نية الشفاء، حاولوا تاخذوا آية الشفاء وتبداو تقراوها على الماء، راه غادي تشافوا من جميع التوابع. اذا احبابي الناس اللي عندهم طاقة الحسد او طاقة العين، طاقة العين هي تجي تتحسي براسك، تجي من عين خبيثة تتبغي تضرك في صحتك، ما تشوفك ما تقولش ما شاء الله او تقول بسم الله تبارك الله. اذا احنا نقولوا تبارك الله ما شاء الله على ذاك الشخص او البنيه الصغيره او الولد الكبير او الناس الزوينين او الناس اللي عندهم وصلوا لواحد المناصب بمجهودهم، وصلوا بالقوه ديالهم وبالتعب ديالهم، وصلوا بالتعب ديالهم. ولكن الناس تيسحبوا كل شيء، تيجي بالسهل الانسان تيتعب على واحد الحاجه حتى يوصل لها، ولكن من يجي واحد يقول تيهدر بواحد الطريقة يصيبك بالعين. إذا العين حق والسحر حق، والحسد مذكور في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى وسيد الخلق أن وصى بالتحصين، وصى أن كاين الحقد كاين الحسد كاين الإنسان تيتعرض لبزاف المتاعب. إذا تتحصني راسك، تصلي، تذكري الله، وتعرفي بأن الله سبحانه وتعالى هو اللي غيدير لك سبب في تخليصك في كل الامور. اما الوصفه ديالي ديال اليوم رائعه واكثر من رائعه، غير ديروها وانتوما على يقين. دابا الصيف والحال سخون، غادي ديروها 3 المرات في الاسبوع. هي اللي تندير انا الجسد ديالي تولي الجسد ديالك رطب، وسبحان الله تيحيدوا بزاف الحويج وتتحسي بالراحه ويجيك النعاس ويجيك توابان انك تدخلي واحد الطاقه رائعه واكثر من رائعه. اذا غادي نحتاجو هاد المكونات عندك في المنزل. الا ما عندكش الفاسوخ غادي ديري هاد الوصفه بدون الناس اللي عندهم الفاسوخ وبغي يفسخوا وبغي يحيدوا طاقه السحر غادي يضيفوا الفاسوخ. اذا الفاسوخ الابيض، ها هو الفاسوخ الابيض، هذا مزيان حتى الاكل. الناس اللي عندهم السحر انتم الفاسوخ الابيض. انا شريت منه واحد الكميه لي باش ان يبقى عندي في المنزل. هانتوما الفاسوخ الابيض، هانتوما الفاسوخ الابيض، رائع واكثر من رائع، وغادي ان شاء الله تخدموا به هذه الوصفه. الناس اللي عندهم الفاسوخ غادي يديروا الفاسوخ، الناس اللي ما عندهمش الفاسوخ ما غيديروش. اذا غادي نحتاجوا الفاسوخ، ناخذوا منه واحد شويه. بسم الله توكلنا على الحي الذي لا يموت. وغادي ناخذ واحد القطعه بحال هكا، هانتوما القطعه هذه كافيه بزاف وكاع الا بغيتي ديريه. وغادي نحطها في قعر هاد، غادي ناخذها ونديرها في قعر الجبانيه او الوعاء اللي غادي ندير فيه هاد التوسيخه، وان شاء الله غادي يكون عندي بحول الله وقوته الفاسوخ. غادي نضيف ليه قليل من
الماء حتى يرقعب، غادي نحط فيه الماء حتى يطلق واحد يطلق هذاك الحليب ديالو، وغادي ان شاء الله نخدم به. انا اليوم غادي نصور، حيت يلاه جبته جديد، غادي نصور لكم وانتوما رطبوه بشويه الماء ورد او بشويه الماء عادي، او الناس اللي عندهم ماء البير يديروا شويه الماء البير او ماء الشتاء او ماء البحر. اذا هذه توسخه رائعه اللي غادي توسخوا بها الجسد ديالكم، وغادي تحسوا بالفرق ان شاء الله. اذا البنت اللي عندها عوارض، عندها الم في الجسد ديالها، عندها توقف الحال، دائما الوصفات ما تنجحوش معاها، دائما العلاقات، اي علاقه دخلت لها ما تتنجحش بها، ما تتنجحش معاها، او المراه المطلقه اللي يلاه تزوج طلق، عندها سحر قديم او جديد ما تتنجحش في الزواج ديالها. ماشي المشكل فيها، ولكن المشكل هو السحر اللي معمول لها بالصغر، او معمول لها على تفريق وتكون لها منع وخلاها دائما محترف امرها. اذا العامل النفسي هو اللي تلعبوا عليه، العامل النفسي تقول الله الا قدر ليا واحد الحاجه فيها خير غادي يقدمها ليا، ولكن باش تحبطي او انك تحسي باليأس، اليأس يجي غير الشيطان ويستحوذ عليك الشيطان وتولي داخله في وسواس. اذا انتبهوا من هذه القضيه وانتبهوا من هذا الامر، لان الله قادر يوهب لك ما تريدين، زواج، عمل، اي حاجه. اذا كوني مع الله وربي ما غاديش يتخلى عليك. اذا غادي ناخذ الفاسوخ بعد ما نحط فيه قليل من الماء شويه حتى انه يطلق، ومن بعد ان شاء الله غادي نضيف ليه هاد المكونات. هاد المكونات اللي غادي نحتاجو صابون سائل، هذا صابون سائل باندوش يكون سائل بحال هذا، نوريه لكم بحال هذا اللي تنعمو به، سائل سائل. وغادي ناخد كاس منه، كاس منه، وغادي ناخد كاس الملحه، كاس الملحه غادي نضيفها هنايا، غادي ناخد كاس الملحه، وغادي ان شاء الله ناخد قطرات ديال زيت الخروع او زيت اللوز او زيت الفيجل او زيت السمسم او زيت جونسون او اي زيت مرطب للجسد غادي نديرو. زيت اي زيت عندك، حتى قطرات من زيت الزيتون وضعيهم. اذا غادي ندير قطرات من الخروع، زيت الخروع هذا، اذا غادي ندير بعض القطرات فيه، ثلاثه القطرات ديال زيت الخروع او اكثر، نتوما باختيار، باش الوقت اللي تضيفوه للجسد ديالكم غادي يعطيكم واحد الرطوبه في الجسد بعد ما انك وضعتي الفاسوخ الملحه. وغادي نوضع كاس ديال الصابون السائل، غادي نوضعه هكا، وغادي نحاول انني نخلطه ونوضع كل شيء هنايا، لانك اي غسله غادي تبداي بها هي الاولى قبل ما توضعي الماء على الجسد ديالك، قبل ما توضعي اي نقطه على الجسد ديالك غادي تاخدي هاد المكون او هاد المحلول ديال الفسخ اللي غادي توسخي به، عندك نحس، عندك مشكل، وغادي تاخدي واحد الوعاء بحال هذا، وعاء خاوي، وغادي توضعيه هنايا وتخلي هذاك، تخلي هذاك الوعاء في الدوش الوقت اللي تبغي انك تدخلي الدوش غادي، ولكن هذا غادي ديريه، ولكن من موراه غادي تقراي، غادي تقراي صورة البروج، صورة البروج غادي تقريها ثلاث مرات، المرة الأولى تقريها على الجسد ديالك، المرة الثانية تقريها على ماء، النية الثالثة نية التسخير ليك أي حاجة بغيتي، صورة البروج ثلاث مرات، تقري مرة على الجسد ديالك وتنفسي بالنية الشفاء من أي عارض، هانتوما تبقاو ديرو حتى هاد الفاسوخ غادي يرطب. إذا وغادي تخلطو، غادي تحاولوا انكم هذا المكون غادي تبداو توضعوه على الجسد ديالكم بحال هكا بحال هكا، ويكون الجسد ديالك ناشف ناشف، وغادي توضعيه بحال هكا، تبقاي تحكي بحال هكا بحال هكا، حتى الظهر ديالك، استعني بالاخت ديالك او الام ديالك او اي شخص، غادي توضعي الصابون هذا الفاسوخ غادي يرطب، وغادي يولي عندك الفسخ دائما مع هذا الزيت اللي درنا، الزيت الخروع او زيت السمسم او الزيت، حتى لانه غادي تفسخي
الفسخ ديالك سبحان الله غادي يولي الجسد ديالك رطب، ولكن انت تحيدي السحر بطريقة سهلة جدا ولكن طريقة واعرة للفسخ. إذا هذا المكون غادي تاخدي وتوضعيه بشي قنينة بحكة، توضعيه بشي قنينة بحال هكا وتخليه في الدوش الوقت اللي تبغي تدوشي، غادي توضعيه على الجسد ديالك وعاد تشرعي في الدوش ديالك، غتبقاي 5 دقائق تقريبا تبقاي به، ومن بعد غادي تبداي تغسلي الجسد ديالك، تغسلي الشعر ديالك وتغسلي الجسد ديالك. سالي من التدويشة تدخلي الغرفة ديالك، إلا كان عندك حرمل يا ريت تقراي عليه سورة البروج وتبقاي تبخري الوقت اللي تدوشي تبخري به ولو مرة في الأسبوع، غادي تيسر لك الأمور ويطرد لك التابعة ويحيد لك الموانع. يا ريت أنكم تاخذوا الحرمل غير 5 دراهم وقراو عليه سورة البروج 3 مرات، وغادي تقراو سورة الكوثر 3 مرات، وغادي تبقاو تبخروا به الوقت اللي تدوشوا، وغادي تحسوا بتسخير الأمور سبحان الله العظيم، وطرد هذاك العارض اللي عندك مانعك على العمل على الزواج على أي حاجة. سبحان الله لها طاقة إيجابية هذه الوصفة. إذا هذه الوصفة من أروع ما يكون، غير ديروها إلا حاولتوا ديروها في الليل، حاولوا أنكم تطلعوا على سطح البيت ونجموها باش يوليو عندكم تولي عندكم الفسخ بطريقة تنجمات، وفي نفس الوقت حتى إذا كان عندك سحر النجوم أو عندك سحر الطبيعة أو السحر المدفون سبحان الله العظيم تيتبطل، ولكن من تسالي غادي تحاولي أنك غادي تحاولي تقراي سورة البروج كما قلت لكم بطريقة تقراي وتنفتي على الجسد ديالك، ومن بعد تاخدي قنينة فيها الماء وتقراي سورة البروج عليها مرة واحدة، ومن بعد تقراي الثالثة على نية أي حاجة بغيتي، منع العوارض من الجسد ديالك، طرد التابعة، توقيف القرين، أي حاجة تمنيتي غادي تكون عندك إن شاء الله. إذا حبايبي إلا عجبكم الفيديو حاولوا تخليونا لايك وتدعموا القناة وتفعلوا الجرس وتابوناو بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.